من 7 للعشرة متاع الصباح على إيفان أحلى غاديو. صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أنتم ما تسمعوا في الماتينال ويكاند معاكم كيما العادة من توا 7:33 دقيقة على إيفام أحلى غاديو، ويتواصل اللقاء معاكم حتى للعشرة متاع الصباح كيما العادة وكيما تعودتوا في الماتينال ويكاند، متابعات البرشة مواضيع وأخبار من مختلف ولايات تونس نحكيوا عليهم بعد شوية على امتداد 3 سوايع من الماتينال ويكاند. الويكاند هذايا يظهر لي أحلى ويكاند من نهار 17 سبتمبر، نهار العودة المدرسية. تعرفوا اللي العطلة تبدأ إن شاء الله الجمعة هذية، دونك لي بارون معناها الاولياء الكل توا فرحانين باش يرتاحوا على الاقل جميعها من زمان، ما كان الالتزامات نتاع القومين بكري والتوصيل في الوقت وكل، اوموا يرتاحوا الجمعه هذيا كيما الصغار كيما الكبار، وباش يرجعوا ان شاء الله الجمعه الجايه يرجعوا في فورمه كبيره ان شاء الله. تفرهدوا هاكا صغيراتكم، فما لي بون بلان موجودين على تونس الكل، ان شاء الله الطقس يجي مواتي تاع بعد اللي ناخذوا فكره اكبر على طقس اليوم، ومبعتيني نشوفوا جمعة كاملة كيفاش باش يكون الطقس. دونك تخرجوا تعملوا تفرهيدة انتم وصغيراتكم باش ان شاء الله ترجعوا الجمعة الجاية في فورمة كبيرة للقراية. نصبح معايا في استوديو على بجة في الإخراج، سليم في الديجيتال. احنا نمشي ونعملوا ترتيح حمراء أخرى بالموزيكا ونرجع نشوفوا شنو أحوال الطقس لليوم السبت 26 أكتوبر 2024. كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 للعشرة متاع الصباح على إيفان أحلى غاديو. 7:47 على إيفام أحلى غاديو. شنو الأخبار اللي باش نحكيو عليهم في الماتينال ويكاند اليوم؟ باش نمشيو للقصرين ونحكيو على فلاح يغسل في البطاطا بالماء والجبال لإهام الحرفاء بأنها منتوج جديد. هذا صاير في القصرين، بعد شوي باش تكون معنا مراسلتنا في إيفام جيهان نصري في القصرين باش تحكينا على الحادثة هذية. باش نمشيو زادة كيف كيف القفصة ونحكيو على جمعية النساء الحرفيات في قفصة اللي قامت بحملة توعوية وتحسيسية للتقصي المبكر على مرض السرطان، وكذلك باش نحكيو على اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية في حزوة، باش نحكيو عليها بعد شوية. لكن توا باش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لليوم السبت 26 أكتوبر 2024. طقس اليوم للي ناوي يعمل بروغرام أو يعمل حساباته الطقس كيفاش باش يكون. طقس اليوم باش يكون السماء باش تكون فيها مغيمة برشا، فكثيفة السحب، وباش تكون فما أمتار متفرقة. التقلبات الهامة باش تكون خاصة بالمناطق الغربية للبلاد وجهة الساحل والشمال الغربي. البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب على جميع السواحل، يعني للي مغرومين بالعومين في أكتوبر ولا اللي مازالوا قاعدين يعوموا اليوم ما ننصحكمش، على خاطر البحر باش يكون فريمون شديد الاضطراب. الحرارة تتراوح بين 23 و29 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل حتى ل 32 درجة بالجنوب. التقلبات هذه تتواصل حتى لليل خاصة في الشمال والمناطق الشرقية للوسط. احنا وصلنا معاكم ل 7:49، نعملوا ترتيحة بالموزيكا، نسمع أخبار 8 ونرجعوا لأخبارنا من مختلف الولايات التونسية في الماتينال ويكاند. كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 للعشرة متاع الصباح على إيفام أحلى غاديو. 28 على إيفام أحلى غاديو، انتم تسمعوا في الماتينا الويكاند وهذه ساعتنا الثانية. دونك شمشيو توا الولاية توزر وتحديدا الحزوة باش نحكيو على اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية بحزوة. شنو الأخبار، شنو الحكاية؟ معنا مراسلتنا هنيدة بوعليق من ولاية توزر باش تحكينا على اليوم الترويجي هذايا بأكثر تفاصيل. هنيدة صباح الخير.
صباح كبير لو حليب وصباح المحبة على الناس الأحبة من الربوع الجري. تحية ليك جيهان وكافة الفريق العامل معاك على موجات أحلى راديو راديو إي إف إم في الماتينا يعطيك الصحة هنيدة. دونك اليوم باش نحكيو على اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية بحزوة. اليوم الترويجي هذايا اللي يجي في إطار تعاون تونسي إيطالي وتحت شعار تعزيز الفلاحة البيولوجية المستدامة. هو كنا أمس في الموعد في منطقة حزوة في إطار التعاون التونسي الإيطالي وتحت شعار تعزيز الفلاحة البيولوجية والمستدامة انتظمت بمدينة حزوة من ولاية توزر يوما ترويجيا للفلاحة البيولوجية بحضور سعادة سفير إيطاليا بتوزر بتونس ألكسندر برناديت وخالد سيسي مكلف بتسيير الإدارة العامة للفلاحة والبيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى جانب العديد من الوفود الرسمية من مختلف الولايات والمعتمديات التونسية اللي هي كانت خطر في حزوة المرحلة الخامسة والمرحلة الرابعة كانت في ولايات أو في معتمديات الهوارية من ولاية نابل، معتمدية سجنان من بنزرت، معتمدية كسرة من سليانة والمجد العباس من القصرين، وأخيرا حزوة من جوزر وهي مناطق واعدة للنهوض بالقطاع البيولوجي بما تحتوي من موارد طبيعية وأراضي زراعية. وأتى هذا المشروع ليعزز الاستثمار فيها ويدعم المزارعين المحليين تطوير أنشطتهم. بالنسبة للمشروع هجر ضمن برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع فضلا عن دعم التبادل المعرفي بين تونس وإيطاليا، ومن جانبهم أعرب المسؤولين عن التزامهم بتعزيز هذا النوع من الزراعة الصديقة للبيئة التي تعد رافدا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة. من ناحية أخرى يهدف هذا البرنامج التعاوني إلى تشجيع المستثمرين على الانخراط في مجال الفلاحة البيولوجية ودعم الفلاحين المحليين عبر تقديم التدريب والموارد اللازمة ليكونوا قادرين على اعتماد أساليب زراعية تحترم البيئة وتساهم في إنتاج محاصيل غذائية عالية الجودة. تقريبا هذا شنو صار في هذا اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية في المرحلة الخامسة التي كانت بحزوة. كنا احنا حاضرين تقريبا منذ الصباح. كيفاش تعدى اليوم؟ كان يوم سبيسيال سمعنا فيه تفضل والذكرى لذا انا بعثت فيديو. اي وانت قاعده تتكلم هنيدا قاعدين نشوفوا في الفيديو الاجواء غاديكا كيفاش كانت. صحيح كانت أجواء طيبة كما نعرفوا أهل حزوة أهل الجود والكرم بالحق استقبلونا أحسن استقبال وكانوا كما احنا نقولوا في قمة في قيمة الحدث وصوروا وروجوا للمنطقة البيولوجية حزوة بأتمعن الكلمة. وكما شفنا زاد سفير إيطاليا يسبح على نغمات تجريدية ويسبح على المزود قرابيلة حصلوا جو ممتاز جدا. كذلك تصفة الغيم تم صور أكيد راه قاعدة تتعدى حاليا على قاعدة تتعدى وانت قاعدة تحكي معنا صور قاعدة تتعدى على يافام تي في. أي تم حاجات طابت بيولوجية كما التمر كما العدود كل حاجة طبيعية منتوج بيولوجي بيولوجي 100% دون إضافات. أيضا بالنسبة للصناعات التقليدية والأدوات الزمنية كما النمشط كما الرحاء نتاع الحجارة هذيك كما المنتج كما برشا معناتها كانت معرض بأتم معنى الكلمة يعني وكان يوم مميز جدا. يعطيك الصحة هنيدة أبو علي قعتيتنا أدق التفاصيل على اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية بحزوة. نهارك زين وتحية لكل المستمعين والمستمعات أينما كانوا على أحلى راديو. عايشك هنيدة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. حكيت لنا على اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية بحزوة اللي كان هو المرحلة الخامسة وسبقوا قبل أي معناه اليوم الترويجي في ماجل بالعباس بالقصرين
المدنيين في الهوارية من ولاية نابل، في سجنين، من بنزرت، وفي كسرة بولاية سليانة. دونك في حزوة كان هو اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية، في حزوة في مرحلته الخامسة، كان في إطار تعاون تونسي إيطالي وتحت شعار تعزيز الفلاحة البيولوجية المستدامة. يعطيك الصحة هنيدة. احنا وصلنا معكم ل 28 دقيقة في الماتينال ويكاند. بجا شنو باش تقترحها علينا؟ موسيقى نسمعوها توا، لطيفة العرفاوي، نعملوا ترتيحة موسيقية مع لطيفة العرفاوي وراجعين في الماتينال ويكاند في ساعتنا الثانية. كل سبت وحد ماتينال ويكاند من 7 ل 10 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. على اي اف ام احلى راديو 8:36 دقيقه. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعوا في اي اف ام احلى راديو. هذه ساعتنا الثانيه من الماتينال ويكاند اللي يلتحق فيها بسام القفني. صباح الخير بسام. صباحكم ورد، صباحكم فرحه وخير ورزق وبركه، وربي يعطيكم البخت والقبول ومحبه الرسول. جهين لو تسمح قبل ما نبدا في الفقره نتاع بيرسوناج الصبحيه، حبيت نقدم تحيه ونقول مبروك السي عبد الستار عمامو ستورا، نقول له ان شاء الله مبروك مناسبه زواج بنت خوه خالد بن منصور ومنوبيه كامل مروه، نقول لهم ان شاء الله الف مبروك. اليوم كتبين الزديق ونهار الخميس لوتيه، ونأسفوا انه ما حضرنا، ونقولوا له ان شاء الله بالهنا وان شاء الله ربي يفرحهم وان شاء الله. شكرا. نحكيه على شاعر تونسي عرفناه بأشعاره وحتى أشعاره اللي تحولت مبعتيلي لغنيات، باش نمشيو لمدينة قليبيا على خاطر شاعرنا اليوم هو أصيل مدينة قليبيا. اليوم نحكيه على به منيش باش نقول لكم الاسم، لكن باش كي المره الاولى نعطيكم كي شويه ديزانديس. اي بيرسوناج الصبحيه لليوم كما قلت جهين، 26 اكتوبر 2024، ابن مدينه قليبيا الساحره، احد رواد الشعر الحديث في تونس. هو المسافر بين الحرف والحرف، حائز على الدكتوراه دوله وعاشق للحرف، يلاحقه في كل الزوايا والتفاصيل، وحامل لذكريات من درسوه من كبار الاساتذه على غرار طه حسين وسهير القلموي. ما نطولش عليكم، شخصيتنا لليوم الأستاذ والشاعر التونسي نور الدين صمود. المولود في 6 جويلية 1932 وتوفى 11 جون في 2022 عن عمر 90 سنة. قرأ في الزيتونة وتخلي مدرسة التمثيل في آخر الأربعينات وأول الخمسينات، ومن بعد ما خد شهادة التحصيل في العلوم من جامعة الزيتونة مشى كمل قرايته في جامعة القاهرة، وخذ الإجازة في الأدب من الجامعة اللبنانية عام 1959، وخذ الدكتوراه الدولة عام 91. خدم في التعليم الثانوي في تونس وليبيا، ومن بعد الجامعة التونسية وين قرأ الشرعية وأصول الدين، وخدم زادة في المعهد الأعلى لأصول الدين والمعهد العالي للموسيقى. الأستاذ نور الدين صمود شارك في برشا مؤتمرات ومهرجانات أدبية وشعرية في برشا بلدان عربية من عام 1965، وخدم زادة كمدير في مجلة الشعر اللي صدرت عن وزارة الثقافة، وهو المؤسس لمهرجان الأدباء الشبان بقليبيا. أما تويك خليني نحكي لكم على أهم الحاجات اللي نشرها وكتبها، وين نلقاو برشا دواوين شعرية، وأول ديوان كتبوا رحلة في العبير عام 1969، نور على نور عام 1986، وخدم زادة للأطفال نلقاو طيور وزهور عام 1980، حديقة الحيوان 1991. والدكتور نور الدين صمود عنده برشا مؤلفات يجيهن، كما العروض المختصر، دراسات في النقد الشعر، هزل وجدل، تأثير القرآن في شعر المخضرمين، وفي عام 1959 ابن قليبيا أخذ جائزة الجامعة اللبنانية ولجنة التنسيق بالقيروان، وهذا عام 1967. وخذ زاد جائزة تقديرية هذه في 1970، وجائزة أحسن نشيد وطني تلفزي عام 1976. شاعر نور الدين صمود خلى بصمة كبيرة في الإذاعة التونسية من خلال البرامج اللي أنتجها،
ولليوم الروح المرحوم مازالت معانا من خلال الأغاني اللي نسمعوها فيها برشا اللي نسمعوا فيها، فما برشا فنين غنيوا للشاعر، نلقاو سيد علي رياحي وين غنيلو حبيبتي زنجية سمراء إفريقية، نور الدين البيجي أحبك أقسم بالنرجس، والسيدة نعمة صلوا على خير الوراء. كان ممكن زاد بجة نسمعوها الغنية دي خاطر خليت بصمة كبيرة عند المستمعين ومازالوا يسمعوا فيها التويكة. شكرا بجة. هذه جهين شخصيتنا لليوم، الشاعر نور الدين سمود ابن قليبيا اللي بالحق خلى بصمة كبيرة وخلينا برشا حاجات مازلنا نقراوهم التويكة، برشا مؤلفات وبرشا شعر وكذلك برشا أغاني، وفما برشا فنانين زادة غنيوا له لكن ما ذكرناش أساميهم. مش الكل. يعطيك الصحة بسام، بالحق توفى نور الدين سمود نهار 11 جانفي 2022، وأنا تفكر النهار هذاك كانت الساحة الثقافية والفنية الكل متأثر تأثر كبير برشا برشا بوفاته، الله يرحمه وينعمه ويرحم كل إنسان قدم للبلاد هذية. على فكرة سمحني جهين، الشاعر نور الدين سمود خلى رو من بعده بنت الحفيدة بتاعه، بالحق نسيت الاسم بتاعه، شاعرة وتكتب أغاني، وخلى زادة فنانة من العائلة اللي قاعدة تغني زادة في بعض الكتابات متاعه تويكا، يعني خلى وراه خلى ناسك اللي بالحق تحيي فيه الذاكرة وتحيي الأغاني اسمه يقعد ديما موجود في الساحة الثقافية. يعطيك الصحة بسام، احنا وصلنا معاكم لل 8:43 دقيقة ترتيحة بالموسيقى وراجعين. 48 دقيقة على إي أف أم أحلى غاديو، أنتم تسمعوا في الماتينال ويكاند، وهذه ساعتنا الثانية من الماتينال ويكاند اليوم في الدقائق الأخيرة متاحة، باش نكملوها مع مراسلتنا جيهان نصري، مراسلتنا من القصرين. الحقيقة خبر مش حلو حتى طرف لكن يلزمنا نحكيو عليه. فرقة المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين تمكنت البارح نهار الجمعة 25 أكتوبر 2024 من ضبط تاجر خضر. شنو قاعد يعمل تاجر هذايا؟ قاعد يغسل في البطاطا بالماء والجافيل. اي نعم كما سمعتوا، بالماء والجافيل. علاش؟ باش البطاطا هذايا تظهر جديدة وهكاكا ينجم يبيعها بسوم اغلى. تعرفوا اللي البطاطا ناقصة الأيامات هذية في السوق. دونك أكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند مراسلتنا جيهان نصري. جيهان صباح الخير. صباح الخيرات جيهان، صباح النور ليك ولكل مستمعي ومشاهدي راديو اي اف ام. شنو باش تحكي لنا جيهان على الموضوع هذايا؟ كما ذكرت جيهان، امس صباحا في مدينة القصرين تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات من ضبط تاجر خضار خضار، يعني جيهان في مدينة القصرين، بصدد غسل البطاطا المعدة للاستهلاك من المخزون التعزيلي. يعني هي كمية من البطاطا ماهيش جديدة، هي قديمة تم ضخها في السوق يعني لتعزيل السوق بمادة البطاطا، وخاصة نعرفوا انه نحن الفترة هذه نقصي يعني فوالا ناقصين، فوالا معناها البطاطا ناقصه في السوق، البطاطا ناقصه. فضخت الاداره الجهويه للتجاره مؤخرا كميات تعديليه، مش كان بطاطا اكا وحتى طماطم يعني فصليه وانواع اخرى يعني من الخضر دونك تمكنت الفرق هذه من ضبط الخضار هذا بصدد غسل كميات البطاطا بالماء وماده الجافيل، قصد ايهام المستهلك بانها من منتوج جديد، يعني من ماهيش من المخزون التعديلي، يعني هذايا منتوج جديد.
لا اي معناها بلي ايهام المسلم هو اني منتوج جديد وما هوش من الخزون التعديلي واني بطاطا فرشكه معناها ما زالت جديده اللي بيعها باسعار غاليه برشا للمستهلكين. يعني ثم شكون حكى لنا من مصادر الاداره الجهويه للتجاره معناها يزيد دينار كامل على ثمن الثمن القانوني يعني للبطاطا هذه. والمصدر بالاداره الجهويه للتجاره وتنميه الصادرات بالقصرين اذكر لنا انه بالتنسيق مع اعوان مركز الشرطة البلدية في مدينة القصرين أمس حجز الكمية هذه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعدلية ضد التاجر هذا وإحالة ملفه على القضاء. حبيت فقط نذكر جيهان أنه مادة الجزائل يعني هي فيها مواد بطبيعة معناها فيه مواد كيميائية بطبيعة مضرة بمادة البطاطا مضرة بطبيعة يعني أنا ما فهمتش معناها مخوين كي قالوا أعمل العملة هذه معناها مش هو يربح يعني دينار في الكيلو معناها للأسف جيهان يعني يشوفوا مؤخرا أنه ظاهرة الغش في على مختلف المواد يعني الاستهلاكية مش نحكوا كان على الخضرة أكهو يعني ثم مواد حساسة برشا ومضرة على الأخر لصحة الإنسان. نلقوا للأسف أنه بعض التجار يعني يغشوا في المواد هذه سواء بإضافة مواد كيميائية أو مواد محظورة مواد خطيرة أو حتى معناها معناها ديما يلقوا أساليب التحايل والغش على المواطن فقط معناها بغايات تجارية وهدف أنه يربح دينار واثنين طبعا على حساب صحة المواطن في تونس جيهان كما قلت على حساب صحة المواطن. ربي يهدي على كل حال ولكن هذا الحقيقة وين ماشيين بالاستهتار معناه بصحة المواطن. بطاطا انت تغسل فيها بالماء والجافيل باش نبعثي لي يجيو يشريوها العبيد ويطيبوها وياكلوها ويوكلوها لصغيراتهم. الحقيقة ما عندي منقول معناه الحقيقة مش حلو حتى طرف وجاب ربي معناه تمكنت فرقة المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين تمكنت أنها معناها شدته وضبطته التاجر هذايا وهو بصدد غسل البطاطا بالماء والجافيل. يعطيك الصحة جيهان نصري على المعلومات اللي قدمتها لنا. احنا وصلنا معاكم ل 8:52 دقيقة 53 دقيقة توا وليت انتم تسمعوا في الماتينا الويكاند نعملوا ترتيحة بالموزيكا نسمعوا الأخبار متاع التسعة ونرجعوا نكملوا ساعتنا الثالثة والأخرى من الماتينا الويكاند. كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 للـ10 متاع الصباح على إيفان أحلى غاديو على إيفان أحلى غاديو 9:15 دقيقة رجعنا لكم في الماتينا الويكاند وهذه ساعتنا الثالثة والأخرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024. وبما أننا مزلنا في شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي سمل عليكم الكل اللي تسمعوا فينا مزلنا في إطار الشهر هذايا شهر أكتوبر الوردي مازلنا نحكيه على التوعية حول سرطان الثدي. ذاك علاش باش تكون معنا مدام نجاح الناشي قمزة باش نحكيه على وهي رئيسة جمعية النساء الحرفيات بقفصة باش نحكيه على اليوم اللي نظمته ولا الحملة التوعوية والتحسيسية اللي نظمتهم الجمعية هذية للتقصي المبكر لمرض سرطان الثدي. اسمل عليكم الناس الكل دونك باش تكون معنا مدام نجاح الناشي قمزة. مدام صباح الخير. زين نهاركم اسعد الايام مرحبا بكم الكل مرحبا قفصة تحبيكم التحية بكلكم. يعطيك الصحة يعني. مدام نجاح مرحبا بك على اي اف ام نورتنا. يعيشك مدام نجاح الناشي قمزة رئيس جمعية النساء الحرفيات اللي هي جمعية تنموية اللي هي جمعية مساندة للمرأة الحرفية وغير الحرفية اللي هي ما شاء الله نكونوا في المرأة في برشا مجالات اللي احنا متنجيلهم في كل حاجة تخص المرأة. يعطيك الصحة مدامنا مدام نجاح. دونك في إطار فعاليات شهر أكتوبر الوردي اللي هو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي انتوما نوافقكم الله والله بسم الله عليكم من الناس الكل اللي تسمعوا فينا جمعية النساء الحرفيات بقفصة حبينا اللي هي عندها 8 سنين
على على تكوين الجمعية. تنشطوا عندكم 8 سنين. عندنا 8 سنين من النشاط، لكن تو عندنا 4 شهور من الهيئة الجديدة. وديجا كل عام نعمل مساندة للأكتوبر الوردي، لكن السنة زاد عملنا حاجة خاصة معناها، وحاجة حاجة اللي حبينا بالحق تكون مساندة، مساندة من قلب لقلب. كيفاش تتمثل الحاجة الخاصة هذية؟ يوم تحسيس عملته؟ أمس مشينا للمستشفى الجهوي بقفصة حسين بوزيان. مشينا بحدا المرضى اللي هم ما شاء الله، ما شاء الله ربي يشفيهم. أمين يا رب. يعافيهم ويعافينا ويعافي أمة محمد، واللي كلكم دارين خاطر المرض هذا ابتلاء من عند الله، لكن ما تماش دار ما زارهاش، ما تماش إنسان ما وجعش لا من قريب ولا من بعيد، خاطر الكل سبحان الله هذيك هي خير ربي اللي احنا قابلينا. وإحنا نحكيو ديما تيلة شهر أكتوبر، قعدنا ديما نحكيو خاصة زيدا في ماتينا الويكاند وفي جميع برامج إيافام نحكيو على شهر أكتوبر الوردي، باش نفيقوا العباد ونفيقوا نساء خاصة، باش تمشي تكشف وتزور الطبيب، باش كان فما حاجة لطفة لا يقدر تفيق بها على بكري. وي مدام هذاك علاش هو نورمال مورا، ومش شهر أكتوبر بركة، هو على طول العام ماذا بينا ديما ثم لفتة للمرضى، خاطر برشا خاطر كان نبكوا من أكتوبر لأكتوبر، أما هو كعيد ذاك المرضى، كعيد ذاك المرضى نقول لهم رانا معاكم، راكم مشيكم كان أنتم معناها اللي بلاكم الله، راهو حتى العائلة نتاعك راهو عندها ابتلاء، راهي عندها أحاسيس، راهي عندها مساندة ليك، مش كان أنت مريض. أكيد حاجة كيف تمس العبد فبش تمس العائلة معاه، هذاك علاش مهم برشا، مهم برشا أنه تكون المعنويات مرتفعة للعائلة الكل، بش تعاون المريض أنه في رحلة الشفاء متاعه. بيه هذاك علاش مدام امس مشينا للسبيطار ما شاء الله، نلقوا المرضى وقفنا معاهم، قعدنا عملنا جو معاهم، شوي هدايا، لكن زاد ما نسيناش الاطار الطبي، وقفنا معاه ساندناه، قلنا لهم راهو زاد راكم انتم المريض النص في المية، وانتم زاد البقيه راكم انتم زاد السند نتاع المريض. والحمد لله كان لنا كان لنا الحق نهير ما شاء الله ناجح باشا. باهي يعطيك الصحة مدام نجاح الناشي قمزة. حبيت نعدي الفاس والشكر لكل إنسان، لكل إنسان اتطوع وشاركنا وساندنا، رانا احنا ديجارنا نساندوا في خير ربي، وإن شاء الله إن شاء الله جاي خير، وإن شاء الله الله لا يمر بشر، والله لا يتعب أمة محمد فيه. آمين. ياخذ خاطركم الكل عايشة. ويعطيكم الصحة وياخذ خاطركم. يعطيك الصحة مدام نجاح الناشي قمزة، رئيسة جمعية النساء الحرفيات بقفصة. اللي يعيشك مدام، عايشك ان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله نهارك اسعد الايام. شكر لكم على المشاركة. عايشك. كما قلت كانت معنا مدام نجاح الناشي قمزة، رئيسة جمعية النساء الحرفيات بقفصة، اللي نظموا يوم توعوي وتحسيسي للتقاسي المبكر لمرض سرطان الثدي، واللي زاد قاموا بزيارة المرضى في المستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة، وكان هذايا بحضور عدد من الإطار الطبي والشبه الطبي. فرصة أخرى احنا باش نوعيكم انتم مستمعينا اللي تسمعوا فينا توا بضرورة انكم تتفقدوا رواحكم وتزوروا الطبيب، لانه مرض سرطان الثدي قد ما تفيقوا به بكري على قد ما نسبة الشفاء تكون ناجحة 100%، كما فسرت لنا دكتورة اللي خليناها معانا قبل وقالت لنا على قد ما تفيقوا بكري بالمرض هذايا على قد ما نسبة الشفاء تكون 100% بقدرة ربي. على كل بسم الله عليكم، لطف عليكم اللي تسمعوا فينا الكل، لكن مثالش واحد يتفقد روحه ويزور الطبيب حتى مرة في العام باش يتمين على روحه، كي يتمين هو على روحه يتمين على عائلته. على كل احنا وصلنا معاكم للتسعة واثنين وعشرين دقيقة، نعملوا ترتيحة بالموزيكا وراجعين بعد شوية.
ست وحد ماتينا الويكاند من 7 ل 10 نتاع الصباح على إيفان أحلى غاديو. على اي اف ام احلى غاديو 9:28 دقيقه. رجعنا لكم هذه ساعتنا الثالثه والاخرى من الماتينال ويكاند، ويرجع بحذنا بسام القبطني باش نحكيوا في بوليميك على موضوع مهم برشا، وهو هجره الاطباء التوانسه للخارج. هذا هو الموضوع بسامه. صباح الخير مره اخرى الناس الكل تسمع فينا على راديو اي اف ام احلى راديو. كما قلت جيهان، في بوليميك اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم برشا، وموضوع اللي بالحق تويكا قاعدين نعيشوا في النقص متاعه، وقاعدين انه نحصدوا في النقص اللي قاعد صاير تويكا في المجال ولا في قطاع الصحة، وهو هجرة الأطباء وهجرة زادة الإطار الشبه طبي، وخاصة الشبان اللي تويكا قاعدين وين يكملوا قرايتهم طول انهم يحبذوا يخرجوا للخارج ويخدموا في الخارج. على هذاك معانا تويكا تليفون الدكتور بهاء الدين رابعي، طبيب داخلي ونائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اللي نقوله له صباح النور دكتور. صباح الخير، مرحبا بك وبالحضور معك في بلاتو وكيف مستمعين إذاعة إيه. يعطيك الصحة على قبولك الدعوة، واللي حبيت أنك تدخل معنا توا في الماتينا الويكاند على راديو إيه فهم أحلى راديو. حبيت أو في البداية أنه نعطيك أرقام وتعطيني قراءتك للأرقام هذه. تويكا نحكيه على 1325 طبيب مهاجر في 2023، و80% من الخارجين جدد يهاجروا سنوين. شنو قراءتك للأرقام هذه؟ هو الحقيقة ظاهرة هجرة أطباء الشبان هي بتزايد أكثر 10 سنين. نعرف الأرقام هذه مددنا بها حتى احنا العمادة الوطنية الأطباء. الهجرة هذه والفلو هذا اللي ماشي ويكبر بتاع الهجرة هو هو نتيجة لعدد أسباب، اللي ما هو نتيجة حتمية لعدد أسباب. للأسف شديد كنا ندينا سابقا أن الأسباب هذه يتم المعالجة متاحة، أنه يتم مناقشة الظاهرة هذه في العمق. قبل للأسف مثلا في العشر سنين فاتوا اكتفينا فقط بالتعليق على أنه طبعا أطباء شبان اختاروا خلاص الفردي ومشاولوا للخارج، وفي نوع مثلا اتهام بنقص وطنية. هي الأسباب المؤدية للظاهرة هذه هي أسباب أعمق برشا من مجرد دكتور لو كان تسمح. ديجا انت حكيت على الاسباب، لو كان تعطينا يعني اكثر الاسباب والعوامل اللي بالحق خليت انه الشباب وخليت القطاع هذا انه يحبذوا الهجرة وانهم يمشيوا يخرجوا ويخدموا في دول اخرى وما يقعدوش في تونس، علاش بالحق يعني الاسباب الرئيسية؟ بي هو ساعة مثلا اليوم الهجرة، هجرة الشباب في تونس هي ظاهرة عامة نظرا ظروف اجتماعية بعد الثورة. للأسف شديد اليوم الشباب مختلف مستويات التحصيل العلمي نتاعهم، التكوين المهني، الأطباء الشبان مهندسين غيره متواجدين للهجرة للخارج. وخلينا نبدا نكونوا واضحين، اللي راهو خيار الهجرة ماهوش بخيار بسيط، معناتها ماهوش كما يروج هو خيار معناتها بكل سهولة. لا، معناتها الأطباء الشبان يدفعون دفعا للمغادرة، خاطر مش بسيط الإنسان باش يخلي عائلته أصدقائه المكان طبيعي ينتمي له باش يمشي يهاجر للبلد غريب عليه. لكن الاسباب الحقيقه لما تدخل تويكا تشوف المغرب الاطباء المقيمين تاعها يخصوا في ما يعادل 4000 دينار تونسي. كيف ساعات العمل معناتها قيمه ساعه العمل للطبيب الشاب في حتى استمرار في اللي قالت تتراوح من بين زوج دينارات 4 دينارات، اللي هي من اكثر ساعات العمل في القطاع الكل في تونس. معناتها كيف الاعتداءات المتكرره على الاطباء الشبان في المستشفيات العموميه اللي تويكا معناتها كل جمعه نريد نسمع باعتداء في معناتها في سيرفيس من السيرفيس ولا في استاجيري من قبل المواطنين ولا غيره. واللي حال معناتها واللي الحال اللي وصلناها من العمر في المستشفيات اللي لازم نعطيها حل غدا تويكا. احنا تويكا في المنظمه التونسيه في الاطباء الشبان عملنا دراسه داخليه واحصاء مع الاطباء الشبان. 40% من أطباء الشبان يعانون وإلا عانوا سابقا من حالة اكتئاب معناتها بيرن اوت جراء العمل. معدل 30% من الناس هذوما مشاو للأخصائيين النفسيين. كيف نذكر زاد عدم خلاص حتى استمرار مثلا اليوم اللي قارد طبيب شاب اللي تلقاه في الأورجونس في الليل وإلا
الوحده في عديد المستشفيات ما يخلصوش. ما همش خالصين. معناه ليزي الاجر زهيد على الاخر كما كنت تحكي انت في السويع نتاع الكارد بين 2000 بين دينارين و4 دينارات الساعه وليزي ما همش خالصين فيها. اي مثلا احنا اليوم هي بالمصادفه احنا اليوم البارح قررنا اضراب اطباء شبان في مستشفى جمال اطباء نتاع الاختصاص طب العائله على انهم يامنوا حتى الاستمرار مع اليوم في دكتور جمال اطباء شبان ما همش باش يامنوا لي جارد لانهم ما خلصوش في اخر 10 شهور وكيف تناقشوا مع الاداره نتاع المستشفى وغيره وما توصلناش الحل لذلك اليوم ما همش معناتها لي جارد في المستشفى تاع جمال اللي امنوا فيهم اطباء العائله راهم ما همش يكونوا مؤمنين من ابرتيم البارح هذا للاسف الشديد أكيد معناها حاجة توجع كما قلت بسام معناها طبيب يلقى روحه بعد القراية اللي قراها هذيك الكل يخلص 1200 دينار في الشهر هذوما نحكيو على الأطباء الشبان ومن بعد تالي نجيو للسوايع نتاع الكارد بين زوز دينارات وأربعة دينارات وكمان ماهمش خالصين فيهم عندهم أربع شهور عندهم عشرة ان شاء الله شكري. احنا نقول ان شاء الله يوصلوا الحل وان شاء الله الاضراب هذا ما يتواصلش احنا امنين انه نوصل الحل وهذه راهو ريت انا حكيت في متى تخيل انت طبيب شاب اليوم اي خمس سنين وست سنين في السبيطار وهو يشوف في الوضعيات هذه كل وهو يتعرض هذا شنو يخلق؟ يخلق احساس انه يحس انه بين قوسين اللي هو ما عندوش بلاصه في بلاده صحيح اللي هو معناتها دوره الاساسي واللي هي حقيقه اليوم انه سد الشغورات في منظومة الصحة في المستشفيات العمومية منظومة الصحة العمومية اليوم كي ما فماش اوفريي طبيب الشاب هو اللي يخدم خدمة اوفريي ما فماش سكرتاريات طبيب الشاب هو اللي يقوم بالدور هذاك واللي الحقيقة هذا حكي وحريري معناه صحيح هذا اللي يخلي اليوم شيء اسف قطاع الصحة للاسف منفر الاطباء الشبان الاطباء الشبان لو كانت اغلبهم اذا كان ظروف باهية في البلاد راهو يبقى كانوا يزورون قبل الزملاء تعملوا تبقى ولا قلت لهم ما نحبش اني نخرج جمله من البلاد ولكن للاسف لكن تلقى روحك على الاقل اوبليجي انك تخمم في الموضوع على الاقل انك تخمم في الموضوع. باهي دكتور يعطيك الصحة على كل التوضيحات هذه لكن تويك حبيت نشوف معاك التأثيرات اللي تنجم بالحق تنتج في القطاع هذا والتأثيرات اللي تنجم تخلق اسكو تخلق يعني كما نقولوا احنا نقص كبير في القطاع وهل الحاجة هذه زادت تنجم تأثر على الاقتصاد نتاع البلاد والا لا؟ أولاً النقص بالأول أول حاجة هو باش يكون في تدهور مع منظومة الصحة العمومية اللي نحن راهو الأطباء نتاعنا التوانسة نتأخروا بهم كل سواء بيد جيراننا الأشقاء ولا حتى معناتها في المقارنة بالدول الأوروبية ما نحبوش نخسوا هالكفاءات هذيا اللي قرروا في تونس قراتهم تونس وصرفت عليهم تونس يعني أكيد الطالب اليوم تاع الميدسين يتكلف على الدولة التونسية معناها بعد ما تصرف عليه البلاد يغادر معناها أكيد ماهيش حاجة صحية وليت كما نقولوا نحن مسألة تهدد الأمن الصحي القومي هي تهدد بالحاجة الأولى الأمن الصحي القومي للمواطن لأنه غدوة المواطن ينجم يوصل درجة انه يمشي للسبيطار مع شقة اطباء التوانسة كفاءة انهم يداويوه انهم يتابعوا المرض نتاعو انهم يقوموا بالاكومبانيمون نتاعو كيف كيف اقتصاديا اليوم اذا كان باش نتواصلوا هكا معناتها باش يكون فما اخلالات معناتها في المسائل المالية المتعلقة بالمستشفيات الحقيقة معناتها احنا كررنا مرارا وتكرارا انه على صوت اشراك تدخل يعني بجدية في مسألة في علاج الأسباب الحقيقية وراء هجرة الأطباء واليوم مش أطباء شبان تهوي يهاجروا حتى الأستاذة حتى اللي ذوي الخبرة معناه حتى ذوي الخبرة اليوم يهاجروا يهاجروا معناتها الحق تاع ربي لازم اليوم الدولة تلقى حلول معناتها ألف عليا الظاهرة هذه مش فقط حتى شوف أنا دوكا فما حلول ولكن هي حلول ترقيعية ما تم استعمالها في 20 نظام مثلا احنا كنا مثلا تقام السبيشاليتي بين 5 و 4 سنين عام معناتها سنه فارده زادونا عام اخر زيد اللي هو ما عنده حتى معناتها قيمه مضافه علميه هكاك زياده وكها كيف طب اطباء تونسيين هم الوحيدين اللي يقوموا معناتها بعام خدمه مدنيه اجباري معناتها احنا بعد 10 سنين كيف تقوم بعام خدمه مدنيه اجباري باجر معناتها اقل من 1000 دينار في احد المناطق الداخليه يعني
معناها سي بهاء الدين الطبيب التونسي اليوم يلقى روحه بين الأوضاع المزرية اللي كنت حكيت لنا عليها في داخل المستشفيات التونسية والأجر الزهيد اللي يتقضاه في المستشفيات العمومية متاعنا، وبين زادة التسهيلات اللي يلقاها في الدول الغربية هكا ولا لا؟ فما عدة تسهيلات تخليه يتشجع أنه يخرج من البلاد. بيات الحال فما تسهيلات مادية، فما تسهيلات حتى في إجراءات أنه يتقبل غاديك اليوم دول كيما فرنسا ولا ألمانيا. معناتها فما قسم كبير معناتها من مستشفيات أشبيلي معناتها دي ميسان في نجاح معناتها للأسف معناتها ساعات تبشي سيرفيس متاع استعجال يبدأ كله من اللول الأخر كلهم أتبعي تونسي يعني بي دكتور باش ما نطولوش عليك ويعطيك الصحة على كل المعطيات هذه والمعلومات اللي عطيت هنا. أنت كنائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وكمنظمة بصفة عامة، شنو هي الحلول اللي تنجم بالحق تعطيه وإلا قدمتوها اللي هي تنجم تحاول أنه تخلي وإلا تنجم منها تكون تقدم نقص في هجرة الأطباء؟ بي احنا كنا قدمنا في السابق حل اللي هو تويك يتم اعتماده انه يكون احداث يعني بسبيساليتي اللي يختار سبيساليتي هذيك راهو باش يمشي يتواجه مرات اخرين، مثلا تويك فما شكون يختار مثلا افتر مو ولا اوتو ولا غيره اللي هو يعرف روحه كي باش يكمل باش يمشي ياخذ 5 سنوات مناطق داخليه. لكن تويك راهو لازم الدوله ترجع زمام مبادره وانها تعتبر قطاع الصحه قطاع حيوي. احنا نفهموا الوضعيه والموازنه الماليه نتاع الدوله، ولكن نجموا نتقشفوا في كل شيء، نجموا نتقشفوا في القهوه والسكر وغيره، ولكن ما نجموش نتقشفوا معناتها في ارواح العباد وصحه الناس وقطاع الصحه. فهمت معناتها لازم الدوله لازم اليوم تحط الميزانيه لازمه لاصلاح قطاع الصحه. وزارة الصحة يلزمها تتعامل معاكم، معناها باش تحاولوا مع بعضكم الزوز تلقاو حلول، تسمع شنيا انتوما الطلبات نتاعكم وتحاولوا تلقاو هكايا توازن مع بعضكم. صحيح، وكيف فما اليوم فما فساد كبير يخرق قطاع الصحة، حكي عليها قبل زميلنا الله يرحمه مجيد الهنشيري. الله يرحمه. يعني معناتها انك انت صعب باش تقضي على تفكير قطاع الصحة باش توفر بطبيعة الحال يعني مداخيل مالية جديدة. هذا كل يعني لازم الدولة انه والحقيقة راهو القضاء على الفساد في المستشفيات راهو في قطاع الصحة ما أثرش منه معناتها ماهوش معقد ياسر معناتها مظاهر الخلل واضحة وتنجم ديتكتيهم يعني وزارة الصحة بطريقة سهلة برشا. تلطوط الأطفال الصغار يسمعوا فينا في الراديو ولا في الكهرباء مروحين مع أمهاتهم، فما زوج نماذج يشوف في نموذج تاع تربيب شاب بالمعاناة اللي كنت تحكي بها هنا كل ويسمعوا فيها هذا كل. شوفوا للأسف شديد فما تفاهات وفيها على الإنترنت وتيك توك وغيره وتدخل في ملايين الدينارات وغيره. صحيح. معناتها اليوم احنا شنو هو النموذج اللي نحبوا نصدروه لصغارنا؟ صغيرات اليوم لازم صغير اليوم لازم صغير اليوم يشوف تربيب الشاب اللي هو ايبانوي به معناتها شيخ في بلاده معناتها يشوف قرايته وين وصلته باش تشجعه غاديك. اما اذا كان هو اليوم شاب ولا طفل صغير ولا في الليسي باش يسمع بالظروف هذيا بطبيعه الحال حتى في البكالوريا معناتها باش يدهور اي انكونسيامون يقول لك هاو طب وما عملوا حتى شيء في مستقبلهم. معناها صحيح كلامك كله صحيح. شكرا لك دكتور بهاء الدين رابعي طبيب داخلي ونائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان على كل هذه المعطيات اللي قدمتها لنا على راديو اي اف ام احلى راديو. يعطيك الصحة وشكرا لك. يعطيك الصحة بسام، يعطيك الصحة سي بهاء الدين الرابعي على كل التوضيحات هذيا. نتمناو صوتك يوصل لوزارة الصحة، واكيد احنا ضد هجرة الأطباء من تونس على خاطرها مسألة كما قلت تهدد الأمن الصحي القومي، ونخافوا يجي نهار من نهارات ما نمشي وبش نعديه على مرض في السبيطارات يقولون لنا ما فماش طبيب في الاختصاص هذية. الأوضاع مزرية وصعيبة برشا كما حكينا عليها
السياسي بهاء الدين مقابل التسهيلات اللي قاعدة توفرها في الدول الغربية كما فرنسا، ألمانيا، إيطاليا زادة توا اللي دخلت على الخط، وكذلك دول الخليج التسهيلات اللي توفرهم للأطباء التوانسة. شنو باش نقولوا في المسألة هذه؟ إن شاء الله تتقالها حل ونوصلوا تنقص هجرة الأطباء وفي القطاعات الكل حتى les ingénieurs والكل، دونك ان شاء الله نشوفوا نقص في هجرة الأدمغة من البلاد التونسية. نمشي ونعملوا ترتيحة بالموسيقى مع باجا وراجعين. كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 ل 10 نتاع الصباح على EFM أحلى راديو. 9:51 دقيقة على EFM أحلى راديو، وصلنا معاكم لنهاية الماتينال ويكاند اليوم، وكنا حكينا على اليوم الترويجي للمنطقة البيولوجية النموذجية بحزوة. اليوم الترويجي هذا اللي جاء في إطار تعاون تونسي إيطالي وتحت شعار تعزيز الفلاحة البيولوجية المستدامة. حكينا كيف على تاجر الخضر اللي قاعد يغسل في البطاطا بالماء والجافيل باش هكاكا تظهر جديدة وما تظهرش من المخزون التعديلي للبطاطا باش ينجم يبيعها بسوم أغلى للمواطنين. دونك ردوا بالكم. حكينا كيف مع مدام نجاح ناشي جمزة رئيس جمعية النساء الحرفيات بقفصة على الحملة التوعوية والتحسيسية اللي قامت بها الجمعية للتقصي المبكر لمرض سرطان الثدي. اسم الله عليكم الناس الكل. وأخيرا حكينا في ساعتنا الأخرى على هجرة الأطباء مع الدكتور بهاء الدين رابعي طبيب داخلي ونائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. إن شاء الله نلقاو حل مع وزارة الصحة لتفادي هجرة الأطباء. المسألة اللي ولات تشكل خطر على الأمن الصحي القومي. دونك هذا هو كانوا مواضيعنا لليوم اللي حكينا فيهم في الماتينال ويكاند، وبهم هما وصلنا لل 9:53 دقيقة على EFM أحلى غاديو. نسلم عليكم، كنت معاكم من 7 حتى التواجهين بالحاج عمار كوتي ميكرو، بجا في الإخراج، وسليم في الديجيتال. إن شاء الله نتقابلوا غدوة كيما العادة في الماتينال ويكاند من 7 للعشرة.